اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف، برحب بحضراتكم وبرحب بيك مره تانية يا كريم. البطوله ليها يعني كان ليها مذاق خاص، البطوله تكسر ارقام قياسيه كبيره جدا، في ارقام ظهرت، ارقام اتحطمت، يعني ابطال خرجوا، ايطاليا ما كانتش مرشحه من الاول بالبطوله بتوصل وتاخد البطوله. يعني خلينا نتكلم قبل ما نخش في الارقام، تقييمك العام ليورو 2020. يعني انا شايف ان اكتر حاجه سلبيه في البطوله، واتمنى هي ما تتكررش تاني، انها تتلعب في 11 مدينه مختلفه. في وجهه نظري كنت ده هنا مع حضرتك في بدايه البطوله، ان ده افقد البطوله الشخصيه بتاعتها، الايدنتيتي بتاعت البطوله. 11 مدينه مختلفه امر صعب، كانك بالظبط عندك براند، والبراند ده انت بتطلعه بكذا لون وبكذا شكل مختلف، ده مش شكل، مش صح، لازم يكون في ايدنتيتي واحد. فانا من محبي ان البطولات تتعمل فيه، ما كانش من خلال النقطه دي ما كانش في ساعات الفير بلاي بالنسبه لبعض المنتخبات. يعني المنتخب الانجليزي لعب اكتر من 6-7 مباريات في ويمبلي او في انجلترا، بالرغم ان كمان المنتخب الايطالي اللي فاز ما لعبش يمكن في روما او في ايطاليا غير مباراتين، يعني فيها نوع من انواع برضو. كيليني قال كمان البوينت دي، قال النقطه دي قبل الفاينل، وقال المنتخب الانجليزي يعني الدنيا متستماله حلوه يعني، والناس مش بيتعبوا. المنتخب برضو كابتن هاني، فكره السفر الكتير متعبه وبتزهق وبتعمل ملل للرياضي بشكل عام يعني. لكن البطوله اكيد طبعا كان فيها مباريات مميزه، بودابست اعتقد برضو من العواصم اللي عملت حاله حلوه في كره القدم، خصوصا احنا بنتكلم في ظروف كورونا. السيمي فاينل بهذا الزخم من الجمهور كان لطيف جدا، نشوف مباراه فيها اكتر من 60,000 متفرج. لكن طبعا اكيد عندنا ارقام. طيب الارقام طبعا مهمة دي طبعاً. يعني بعض الارقام لاحصاء للبطوله نفسها، بنتكلم على اقوى خط هجوم هو المنتخب الايطالي والاسباني ب 13 هدف، اقوى خط دفاع المنتخب الانجليزي اللي يمكن دخل شباكه هدفين، اكتر معدل استحواذ طبعا الفريق الاسباني معروف بالاستحواذ بنسبه 70%، اكتر معدل تمريرات هو المنتخب الاسباني 882 تمريره، منها طبعا يعني 795 صح، حاجه يعني معدل رهيب. اكثر التصويبات ايطاليا 115، منها 39 على المرمى، والعرضيات ودي كمان يعني العرضيات كمان في اليورو كان عرضيات كبيره جدا، وكان يعني سلاح مؤثر جدا في احراز الاهداف طبعا. وبرضه عايز اضيف على الارقام دي رقم مميز جدا عمله جورجينيو في البطوله. جورجينيو في البطوله جري 86.5 في البطوله، 86.5، 86 كيلو، 86 كيلو في البطوله، رقم مميز جدا جدا. جورجينيو بيجي بعديه طبعا اكيد كالفين فيليبس، برضه لاعب خط وسط منتخب الانجليزي اللي جري 82.9 كيلو، ارقام مميزه جدا بتعرفنا فعلا برضه يا كابتن هاني خط الوسط اهميته وليه المنتخبين دول صعدوا للفاينل.